بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نشرع في القسم السادس من حقيبة التأهيل الفقهي على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهذا القسم مخصص لأصول الفقه، ونبدأ بإذن الله تعالى في مبادئ حول علم أصول الفقه، والمقصود بالمبادئ أي مقدمات حول أصول الفقه. وأصول الفقه علم يتألف من كلمتين، أي أن اسم العلم يتألف من كلمة أصول وكلمة فقه. وعادة أهل العلم في تعريف مثل هذا الاسم أن يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، والاعتبار الثاني باعتباره لقبا لهذا العلم. فبالاعتبار الأول، الأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، أي أن هذه المعرفة معرفة مكتسبة من أدلة الفقه التفصيلية. وأما باعتبار هذا الاسم لقبا لهذا العلم الشريف، اسم أصول الفقه لقبا لهذا العلم، فإن أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن أصول الفقه هو معرفة ثلاثة أمور: معرفة أدلة الفقه الإجمالية، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، ومعرفة حال المستفيد وهو المجتهد. وفي ذلك يقول الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى: أدلة الفقه الأصول المجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد. وأما واضع هذا العلم فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأول ما صنف في ذلك كتابه الرسالة، وقد صنف كتابه الرسالة مرتين، عرفت الأولى بالرسالة القديمة، وعرفت الثانية بالرسالة الجديدة التي صنفها في مصر، وهي التي يتداولها الناس. وقد أشار العمريطي رحمه الله تعالى في افتتاح نظمه للورقات إلى أسبقية الإمام الشافعي في التأليف في أصول الفقه، فقال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، فهو الذي له ابتداء دون، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار العلم أو كبارا. وأما موضوع علم أصول الفقه فهي الأشياء التي تدرس فيه، والذي يدرس في أصول الفقه كما قلت لكم أدلة الفقه الإجمالية، كمطلق الأمر يفيد الوجوب، الإجماع حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، مطلق النهي يفيد التحريم. هذه القضايا هي موضوع علم أصول الفقه، ويدرس أيضا كيفية الاستفادة من الأدلة، ويدرس أيضا شروط الاجتهاد وأنواع الاجتهاد وحال المجتهد. هذه موضوعات علم أصول الفقه. وأما استمداد علم أصول الفقه، فإن أصول الفقه يستمد من الكتاب والسنة والإجماع، كما يستمد أصول الفقه بارك الله فيكم من اللغة العربية، لأن فهم الكتاب الكريم والسنة الشريفة متوقف عليها. ويستمد أصول الفقه أيضا من علم أصول الدين، وهو علم الكلام. وأما ثمرة علم أصول الفقه فهي التمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وأعظم بهذه الثمرة ثمرة عظيمة،
القدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، ذلك لأن أصول الفقه هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط، أهو استنباط صحيح أو استنباط خاطئ، كما أن النحو ميزان الكلام، بقواعد النحو يوزن الكلام أهو كلام صحيح أم لا، وكما أن المنطق ميزان التفكير، فبالمنطق يوزن تفكير الإنسان هل هو تفكير صحيح أم لا، كذلك أصول الفقه هو ميزان الاستنباط للأحكام من الكتاب والسنة، فمن استنبط حكما بقواعد أصول الفقه فإن استنباطه يكون استنباطا صحيحا، وإلا فلا. وأما حكم تعلم أصول الفقه فإنه فرض كفاية على الأمة، إذا تركت الأمة تعلم هذا العلم الشريف فإنهم يأثمون جميعا، ويكون فرض عين في حق المجتهد. وأما فضله وهذا غير مذكور في الحقيبة، فإن فضله عظيم، لأن علم الفقه الذي هو من علوم المقاصد والغايات ينبني عليه، فلما كان الفقه ينبني على هذا العلم دل ذلك على شرف هذا العلم وعلى مكانته. وأما اسمه فإنه يسمى علم أصول الفقه، ومسائله هي القضايا التي تذكر فيه، وأما نسبته فهو أحد العلوم الشرعية. هذه مبادئ أصول الفقه التي ذكرتها لكم، والتي نظمها بعضهم فقال إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن محاور علم أصول الفقه أربعة، محاور علم أصول الفقه أربعة، أي أن علم أصول الفقه يتمحور حول أربعة أمور، هي المدلول والدليل والدلالة والمستدل. المدلول أي ما دل عليه الدليل، أي أثر الدليل وهو الحكم، هذا يسمى مدلول، فقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة هذا دليل. ما مدلوله؟ مدلوله وجوب الصلاة. وجه الاستدلال، وجه الدلالة، لأن الأمر يفيد الوجوب أي الأمر المطلق. من الذي يقوم بهذا الاستدلال؟ هذا هو المجتهد المستدل. فعندنا أربعة أمور: المدلول أي ما دل عليه الدليل أي أثر الدليل، والدليل وهو خطاب الشارع القرآن والسنة، والدلالة أي دلالة الدليل على ذلك المدلول، هل هي من باب العموم أو من باب الخصوص أو من باب الإطلاق، من أي باب هي، من أي قاعدة استنبط ذلك الحكم، جاء ذلك الأثر، والمستدل الذي استدل بذلك الدليل على ذلك الحكم، ما شروطه. هذه محاور علم أصول الفقه. وحتى تتبين لك هذه الأمور الأربعة أضرب لذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. لو استدل إنسان بهذه الآية على أن الشاة غير المذكاة ذكاة شرعية أكلها حرام، فعندنا دليل وهو قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة، وعندنا مدلول وهو أن أكل الشاة غير المذكاة ذكاة شرعية حرام، وعندنا وجه دلالة، وجه الدلالة هو العموم في قوله عز وجل الميتة، دلالة العموم في قوله عز وجل الميتة. أيضا هناك دلالة تسمى دلالة اقتضاء، لكن ليس هذا محل بيانها، لعلها تأتينا في الدروس القادمة. فعندنا دلالة العموم في قوله عز وجل الميتة، فال عندما دخلت على كلمة ميتة أفادت العموم. وعندنا الشخص الذي قام بهذا الاستدلال، هذا هو المجتهد. إذا محاور أصول الفقه ترتكز
على هذه الأمور الأربعة، وهي الدليل والمدلول والدلالة والمستدل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.